بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زال العطاء مستمرا بفضل الله عز وجل. اليوم الأحد الموافق 13/9/2020 سوف يتم إن شاء الله تعالى توزيع 14 طن لحوم على المحافظات الآتية: الجيزة 3 طن، الغربية 3 طن، الإسكندرية 4 طن، المنيا 4 طن، والله عز وجل الموفق.